السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، يا هلا وكثير الهلا بيكم، يا هلا وكل الهلا. معانا اليوم نبات السنبكي. نبات السنبكي نبات طبي راح نتعرف عليه، وايضا اخوه النبات ايضا العشرك، راح نشوف شو الفرق بيناتهم. بعض الناس تخلط ما بين النباتين، راح نتعرف عليهم الاثنين. طبعا هذا هو نبات السنبكي. نبات السنبكي من النباتات المعمرة ودائمة الخضرة، شبه دائم التزهير، جاذب للنحل وأيضا للدبابير. طبعا نبات السنبكي يرتفع 120 سنتي، يصلح كأسيجة، متحمل الجفاف الشديد، يجود في أغلب التراب، وأفضل التراب لديه هي التربة الرملية. طبعا نبات السنبكي موجود عند العطارين، هذه الثمار موجودة عند العطارين. يختلف عن العشرق اختلاف بسيط بالأوراق. الأوراق كما تلاحظون أعزائي المتابعين بهذا الشكل الرمحي، الأخير مدببة، وهذه الأزهار والثمار. طبعا الثمار بهذا الشكل تختلف شكليا عن العشرق، ثمار العشرق، وأيضا البذور داخلها بذور، راح نشوف البذور. هذا البذور لونها الأبيض، شايفين هذا البذور اللون الأبيض. ثمار بذور العشرق لونها يجي أسود. طبعا هذه تستخدم لتنظيف الغولون والبطن من المسهلات يعتبر، وأيضا الأوراق يستخدمونها مثل ما يقولون سنبكي تي، ملين، نبات مفيد جدا. هو غير رعوي، لا ترعاه المواشي، ولكنه يتحمل الجفاف، ومن النباتات الجميلة. اليوم نراه في بعض المدن العربية، أصبح من النباتات التجميلية في الشوارع وفي المنتزهات وفي الحدائق العامة. هذا هو نبات السنبكي، وراح ننتقل إلى نبات العشرق. حياكم الله متابعي الكرام، وأكمل معكم عن السنبكي والعشرق. هذه هي نبتة العشرق. شوف الأوراق، شايفين الأوراق كيف تختلف؟ في الأوراق بالأخير ماخذة الشكل الدائري، وهذه الأزهار تقريبا الأزهار نفس الشيء، ولكن الثمار تختلف. شوف الثمار، شكل الثمار نصف دائري ومتكرمشة وصغيرة الحجم أيضا. نبتة العشرق نفس المواصفات ونفس الخواص، ولكن تختلف من حيث لون البذور، شكل الثمرة، شكل الأوراق، وأيضا الارتفاع. ارتفاع العشرق يصل 30 سنتي، نبتة زاحفة وارتفاعها بالكاد 30 سنتي، من نباتات المعمرة، من نباتات الغير رعوية ومتحملة للجفاف الشديد. طبعا ها هي الثمار، هذه الثمار والبذور، البذور لونها الأسود، والثمار هذا شكلها، والبذور لون الأسود. تختلف عن بذور من حيث اللون عن السنبكي. فها هو الفرق بين السنبكي والعشرق أو العشرج، من النباتات الجميلة وتجود في أغلب الترب الحصوية والرملية والطينية في كل مكان، حيثما وجدت الرطوبة نبتت هذه البذور. تقبلوا تحيات محدثكم مبارك الزهيري.